أهلا بيكم، معاكم شاهينة سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون وفقرة بإيجاز مع شاهيناس. وأخيرا تم الحكم على الإرهابي منفذ حادثة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش بالسجن مدى الحياة بدون إفراج، وانتهى الإرهابي وانتهى وجوده في الدنيا. لو كان حكم عليه بالإعدام كان هيكون عذابه في الدنيا انتهى بسرعة، ولكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة عشان يطول عذابه في الدنيا وكمان في الآخرة إن شاء الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. اللهم ارحم الشهداء وصبر أهاليهم واشف جميع المصابين يا أرحم الراحمين يا الله. طبعا لسه مكملين معاكم حملة دعم المشاريع العربية في نيوزيلندا، وأول مشروع معانا النهاردة هو زهراء جوادي فوتوغرافي. زهراء حولت من حبها للتصوير المنتجات والبراندينج لمشروع جميل جدا. اشتغلت على نفسها وطورت منها وخدت الخطوة الأولى في فتح مشروع لتصوير البرودكتس والبراندينج وكمان حاجات تانية كتير جميلة جدا جدا. للتواصل معاها ومعرفة أكتر عن مشروعها زوروا صفحتها على الفيسبوك زهراء جوادي فوتوغرافي. مشروع التاني معانا النهاردة وهو حجامة كلينيك. المشروع مكانه في أوكلاند. طب الحجامة هو جزء من الطب النبوي وله تأثير كبير في علاج الأمراض وإصابات كتيرة جدا. لمعرفة المزيد عن عيادة الحجامة زوروا موقعهم www.hijamaclinic.co.nz. حجامة HIJAMACLINIC.co.nz. المشروع الثالث معانا وهو زعفران تيست اوف موروكو. مكانه في ويلينغتون. زعفران مهمتهم انهم يقدموا ليكم الطعم المغربي الاصيل الرائع في وجبات جميله جدا. تفاصيل اكتر عن اماكنهم، اماكن تواجدهم، وهتلاقيها كلها في صفحتهم زعفران تيست اوف موروكو. المشروع الرابع معانا النهاردة وهو حفصة يوجا. حفصة بدأت من الصفر لأنها ما كانتش عندها فكرة تماما عن الرياضة والرقص وحاجات الفيتنس، ولكن ما كانتش تعرف ان طريقها حيوديها لرياضة اليوجا. بدأت مشوارها من 4 سنين، وفي خلال ال4 سنين المدة الصغيرة دي قدرت تحول حبها لليوجا لمشروع رائع وتكتسب مهارة عالية جدا. عشان تشوفوا حفصة وتشوفوا مشروعها وقد ايه هي عندها امكانيات جميلة جدا في اليوجا ادخلوا على صفحتها وتواصلوا معاها، اسمها حفصة يوجا. اخر مشروع معايا النهاردة وهو اسمه RJK Services، وهو مشروع لأجهزة التي في بوكس. من خلالها تقدر تشاهد أكتر من 9000 قناة عربية وأجنبية، وكمان بيقدموا فحص جميع الكابلات والأجهزة الكهربائية واستلام شهادة أمان طبقا لمواصفات القانون الكهربائي في نيوزيلندا. لمعرفة المزيد وجميع التفاصيل يرجى التواصل مع الأستاذ رامي نخلة على رقم التليفون 021-466-953 021-466-953 أو صفحتهم RJK Services. في جاليتنا العربية مشاريع جميلة جدا وناس كتيرة ما تعرفش عنها،
خلينا مع بعض نقدر نطلع مشاريعكم للنور. تواصلوا معايا على صفحتي Living in New Zealand by شهناز، وما تنسوش ان جميع المشاريع اللي اعلنت عليها كلها هتلاقوها موجودة على صفحتي على الفيسبوك. نروح معاكم بقى للجزء الخاص بالفسحة والمعلومة، ولكن طبعا لازم نخلي بالنا من إرشادات السلامة في جميع الأماكن. يا ترى هنتفسح فين النهاردة؟ ما تيجوا نروح رحلة لمنجم الدهب. منجم الدهب، ناس طبعا هتستغرب ان في منجم دهب في نيوزيلندا. ايوه، في منجم دهب في نيوزيلندا في منطقة وايهي. المكان اسمه وايهي جولد ماين تورز. المنجم ده من سنة 1878. من خلال الرحلة بتاعتكم هتستمتعوا بالتجربة كلها من استخلاص الذهب من الأرض، وطبعا حاجات كتيرة بقى في التور جميلة جدا. الرحلات موجودة يوميا، وهي حاليا بس رحلة واحدة في اليوم بتبدأ الساعة 1 الظهر. أسعار التذاكر الأطفال تحت سن 5 سنوات مجانا، الأطفال من سن 5 سنوات ل14 سنة ب19 دولار، البالغين ب39 دولار، التذكرة العائلية ب99 دولار، وهي تقريبا مكونة من، لأنها مش مكتوبة على الموقع بتاعهم، بس التذكرة العائلية المعروف عنها إن هي بتكون 2 بالغ و2 أطفال، هي تمنها 99 دولار، الطلاب 35 دولار، والمسنين 35 دولار. تفاصيل أكتر هتلاقوها على موقعهم www.golddiscoverycenter.co.nz. gold G-O-L-D D-I-S-C-O-V-E-R-Y C-E-N-T-R-E .co.nz. وكده وصلنا لنهاية فقرتنا، واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيها، وهستنى تتواصلوا معايا على صفحتي Living in New Zealand by شهناز، ونتواصل ونقدر نقدم حاجة مع بعض لجاليتنا العربية. كانت معكم شهناز سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. شكرا لكم.